12 دقيقة. مرحبا بكم وكاع الناس اللي كيسمعوا لينا داخل وخارج المغرب، تحية لكم في الاستماع دائما للشادة الأسرة على شادة فام. دابا غنمشيو للشيوات اليوم مع الشيف هدى اليداري. صباح الخير هدى. صباح النور. توحشناك لالا. لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ صافا حبيبتي الله يطول عمرك. قال لك لابسه الاسود والاحمر. احمر. قالت لنا السيده ساره بوغليمه هذه الوان العنف. علاش اختي؟ على من معوله اليوم؟ والله كانت كدوي اليوم الصباح سمعت. تحيه ليها ما شاء الله. كيف حالك يا لالا هدى؟ كلشي مزيان؟ الله يطول في عمرك حبيبتي. واش مجدنا اليوم قبل ما ناخذ اول اتصال واول طلب؟ اليوم حبيبتي انا بدا كيسخن شويه الحال، ولا وليداتنا ما كيبقاوش يبغيو ياكلوا الطاجين، ما بقاوش كيبغيو. اليوم غادي نعطيوهم شاورما. سخون ولا بارد؟ لا بدا كيسخن الحال. كنحيدو الحوايج يضربنا البرد. كيجينا الصاد. نديرو لا ننساوش بانه هكا ملي كيكون هذا الجو حنا بغينا نعطيو. كيفاش نحضروا اليوم الشاورما في البيت بدون ما نشريوها من الزنقه؟ بيني وبينكم جربوا هذه غتلقاوها الذ على 1000 درجه من اللي غنشريو من الزنقه. واخا غنديرو شاورما دجاج ولا الحم؟ دجاج او الحم نفس الطريقه غادي نتبعوها. واخا يا اما نديرو ستيك ديال الحم ولا نديرو ستيك ديال الدجاج، لهم حريه الاختيار. فاذا غادي ناخذوا باش نحضروا او سبعة ديال الشاورمات كنحتاجو نص كيلو ديال ليستيك الهبره ديال الدجاج او الهبره ديال الحم. اللي كيكونوا على شكل شرائح. اول شيء كنديرهم في المجمد مده ديال واحد 15 دقيقه. دائما كنديرهم في شي بلاطو نسرحهم، ولكن نغطيهم بشي بلاستيك ولا فيلم اليمونتير ونديرهم في المجمد مده ديال واحد 15 دقيقه، غير باش يسهل علينا الطريقه ديال التقطاع ديالهم. يعني كل ما بردوا مزيان وشدوا شويه في راسهم كيجينا التقطع سهل بسهوله، لان نقطعهم شرائح رقيقه. من بعد طبعا الحاجه كنغسلهم عاد كنديروهم في المجمد، كنبداو كنقطعوهم شرائط، كنديروهم في واحد زلافه كبيره، كنضيفوا عليهم ياغورت، واحد ياغورت بدون سكر اولا، يا اما ياغورت بدون سكر اولا كنديروا واحد رايب بدون سكر. ياغورت كريمي ولا كريمي؟ احسن باش ما يطلقش لنا كميه الماء. كنضيفوا معلقه كبيره ديال العطريه ديال الشاورما اللي كتكون متوفره دابا. كنديروا فص واحد ديال الثومه كنحكوه الحكاكه رقيقه. كنديروا الملحه. كنديروا معلقه صغيره ديال عصير الحامض. قشره ديال الحامض اللي غير نص حامضه، كناخذوا غير نص قشره يعني غير نص ديالها اللي كنديروا. كنديروا معلقه كبيره ديال عصير البرتقال. وكذلك كنديروا بحال دابا الليمونه كناخذوا غير ربع ديالها اللي كنحكوه. كنحكو غير ديك الربع ديالها، غير شويه، غير ديك النسمه اللي خفيفه، ولكن ضروري من معلقه كبيره ديال عصير البرتقال طبيعي بطبيعه الحال. كنضيف هادشي كله، كنخلطها مزيان. الملح ضروري، الابزار ما كنضيفوش لان عندي العطريه الشاورما فيها كلشي، فما احتاجش باني نضيف كثره العطريه. فغادي نخلط هادشي كله، غادي نغطيه ونرقدو مده ديال واحد نص ساعه على الاقل، يعني اقل وقت ممكن نرقدها ونص ساعه. بطبيعه الحال كنسد ديك البواطه ولا نغطي بواحد الفيلم انيمونتير ولا بميكا بيضاء ونديرها في الثلاجه، كترقد واحد نص ساعه عاد كنبدا نستعملها. من بعد كناخذ مقله كنوضع فيها جوج معالق كبار ديال الزيت المائده، كنوضع قطع ديال الهبره ديال اللحم اولا ديال الدجاج كنوضعها، وكنبقى كنجهد النار يعني غتكون كميه الماء ولكن ماشي كثيره. ملي كتكون النار مجهده كنبقى نحرك بسرعه حتى كينشف من الماء ديالو، يعني داك الماء اللي غتلق هو اللي غيطيبها ليا، غير ما نغطيهاش، لان هذاك الياغورت العصير البرتقال ولا عصير الحامض راه ديجا باش كنخليوها ديك نص ساعه اولا ساعه وهي مرقده، ديك اللحم لان كنقطعوه رقيق دغيا كيطيب بسرعه، لان ديجا طيبوا داك الياغورت وطيبوا ولا الريب ولا طيبوه ديجا. فما كياخذش اكثر من واحد 10 دقائق فوق النار، النار تكون عاليه، غادي نحرك بسرعه حتى كينشف عندي وكتولي عندي فقط قطع ديال اللحم. فكناخذ العيش، العيش اللي كنستعملوا فيه الخبز اللي خاص بالشاورما، كنحلوه وكنوضع فيه. كناخذ الصلصه اللي هي دائما بزاف الناس كيتساءلوا على ديك الصلصه اللي كنشريو، كتقول كنشريو صلصه من الزنقه ماشي هي اللي كنحضروا حنا في البيت. فصلصه الطحينه، طحينة سهلة باش كتصاوب، يعني يا إما كتشريها في علب أولا تقدر تحضريها في البيت. كناخد جوج معالق كبار ديال الطحينة، كنديرو لها جوج معالق كبار ديال الماء. فين كتباع الطحينة؟ متوفرة كتير، إلا بغيتو تحضروها في البيت أسهل شيء. واش في الأسواق الممتازة ولا في
لا في الاسواق ممتازه. اسواق ممتازه آه. ايوا فين متوفرك كثير في قراعين في الاسواق ممتازه ولا دابا حتى في ودابا الناس اللي خارج الصغر. خارج المدن شنو يديروا في بلاصات يحضروها كيفاش نحضرها آه زنجلان بيض كناخذوا زنجلان بيض اللي ما عنديش زنجلان بيض كاين زنجلان العادي اللي هو رومي في اي مدينه كنقدروا نلقاو زنجلان رومي كنجيبو كنحمصوه كنحمصوه ماشي هي كنحمروه يعني فرق بان كنحمصوه غير كتحيدوا ديك البروده اللي كتكون فيه كناخذوا وكناخذ بحال دابا خديت كاس كاس ديال الزنجلان اللي كيكون رومي ولا زنجلان بيض الناس اللي لقاو زنجلان بيض في المدن الكبرى كناخذوه غير كنحيدوا منه شويه غير فوق النهار هكا كنديوه نجيبوه كنديروه في ماكينه في اندو تخوا وكنضيفوا عليه نص كاس ديال زيت المائده كنطحنوه بحال اللي غنطحنوا املو حنا كنضيفوا الزيت بشويه باش ما كنديروش الزيت مباشره كنبداو نديروا معلقه بمعلقه حتى كيولي عندي على شكل املو هذيك هي الطحينه بالضبط غير ملي كنشريوها كنشريوها يعني لا كنتو غتشريوها من المناطق اللي هي كتجي من ناحيه دابا واش كتصنع في المغرب فبالتالي اللي في المغرب راه كاين غير زيت المائده ما كاين زيت السمسم حيت زيت زنجلان هي اللي كتحضر به ملي كتكون في بلدان اخرين يعني البلدان العربيه كيحضروها بزيت زنجلان حنا هنا في المغرب ممكن نستعملوا غير كاس ديال الزنجلان بنص كاس ديال زيت المائده اللي تكون خفيفه وكنبداو نضيفوا معلقه بمعلقه وحنا كنطحنوا نقدروا ما نوصلوش لذاك نص كاس فنقدروا غير ربع كاس على حسب واش بغيتي ثقيله ولا خفيفه صافي وكناخذها كنحصفط بها في القرعه وكتبقى عندي في الثلاجه مده ديال 6 شهور فين هذه الشاورما اللي ناكلوها دابا ما فيهاش الطحينه فيها ما. فيها الطحينه كتخلط مع لا مايونيز حيت دائما كيكون واحد دائما داك التساؤل ديال الصلصه اللي كناكلو ماشي هي اللي ماشي هي اللي كنحضروا في البيت ما عرفتش هي مهم هاد معلقة نديروها الطريقة محضرة في البيت أو لا اللي واجدة كناخدو منها جوج معلقة كبار كنخفوها بجوج معلقة كبار ديال الماء وكنضيفو عليها جوج معلقة كبار ديال المايونيز باش ما كتبقاش الماء يعني ما كيبقاش اللون ديالها كيبان فتما وكيديرو فيها التومة غبرة كتكون فيها واحد شويه ديال الثومه غبره كنخلطوا كل شيء باش كتولي عندي صلصه اللي هي ثقيله اللي هي كندهنوا بها هنا الناس اللي ما توفروش على الطحينه اولا ما غيقدروش يصوبوها فممكن نعوضوها فقط غير بالمايونيز نجيبوا صلصه المايونيز كندير فيها شويه ديال الثومه غبره وكنضيف فيها شويه ديال الابزار وكندهن بها العيش لداخل عندي داك الخبز اللي خاص بالشاورما وكنوضع كميه ديال اللحم هنا الاضافات كتبقى نتوما حرين الاختيار فيها فيا اما الخوص اولا الكورنيشون اللي كيكون محكوك كنحكو الكورنيشون كنحكو غير وحده ولا جوج كنبداو انا شخصيا كتعجبني نضيفها في الصلصه فهداك الكورنيشون باش ما كيجيش باين كنحك جوج ديال الكورنيشون في ديك الصلصه وكنبدا ندهن بهم الخبز كندهن بهم داك العيش وكنوضع قطع ديال اللحم كنضيف عليهم الخوص مطيش اللي بغاه ضروري حيت كاين بارفو كتقول لك لي انا ملي كتمشي تكوموندي شي وانا كتقول لك لا ما ديرش هي مطيشة فهنا بس مطيشة وبصلة اختيارية اختياريا هي البصلة ما تكونش خضراء كتكون مسلوقة مسلوقة فالبصلة كنسلقوها في شوية الماء والملحة الماء والملحة ما تستغربوش انها مسلوقة غير شوية الماء ونصفيوها بحال دابا غير بصلة كبيرة في واحد ربع كاس ديال الماء كنغطيو ديك الكاسرونة ونخليوها تسلق صفيوها وهي اللي كنبداو نستعملو معها الخص كنضيف معلقه ديال الصلصه من الفوق كنطويها كنبريسيها ونقدمها بالصحه والراحه ان شاء الله من بعد الفاصل غادي نتلاقاو باش غادي ناخذوا الطلبات ديالكم بعد ما غنسمعوا بالضبط لرشيد المريمني في كشكول اللي ربح سلسله وقلب ديال الذهب هي سكينه سكينه صباح الخير السلام عليكم صباح الخير عليكم السلام ورحمه الله سكينه من ورزازات ايه اختي لاباس عليك كلشي مزيان لاباس الحمد لله ربي يخليك كنشكرك امينه احريس وكنشكر دقيق مزيه بصحه وراحه في ام طبيعه الحال بصحتك وراحتك سلسله بقلب ديال الذهب بارك الله فيك امينه بارك الله فيك كنشكركم بزاف وانا فرحانه بزاف حيت شاركت في هذا البرنامج والبرامج كلهم ديال شادة اسره كيعجبوني بزاف الله يبارك فيك لاله براعي لي داك العنيه قسنيس لا صحتك وراحتك بارك الله فيك وشنو هي الوصفه اللي ربحاتك الوصفه ديال الرغيف بالكبده اياه باش بالكبده اياه بصحه وراحه لاله شهيتينا في هذا الصباح هذا ياك كيفاش شاركتي يا سكينه سكينه كيفاش شاركتي الواتساب اييه سجلتي ولا صيفطتي ميساج
ميساج لصفر صفتي ميساج ايوا لاله تبارك الله عليك وهنيئا لك يا لاله ايوا لاله بصحتك وراحتك سهلي ما كنظنش واقيلا قبل سبق معنا ربح معنا شي حد من ورزازات وحنا فرحانين بطبيعه الحال هذه اول مره غادي يكون معنا فائز من ورزازات بصحتك يا سكينه واذا كان ممكن غادي تعطينا الوصفه ان شاء الله يلا واخا ان شاء الله على بركه الله العجينه ديال الرغيف تكون عاديه وبطبيعه الحال الدقيق مزيان إيه. 50 غرام ديال الكبده 500 عفوا إيه. 500 غرام ديال الكبده إيه. وواحد البصله متوسطه نعم. وثلاثه ديال الصوص ديال الثوم وشويه ديال المعدنوس نعم وكمون نعم وتحميره إيه. ملحه نعم كيش كبير شوية زيت إيه نقطعوا الكبدة صغيرة ونطيبوها مع بصلة في الزيت سخونة إيه منين تبدأ تطيب نضيفوا العطرية والثومة من بعد نخليوها تبرد ونعمروا بها الرغيف ونطيبوها في الفران ولا المقلاة اللي حبيتي نطيبوها في المقلاة أو لا في الفران انا لا تبارك الله سهله ماهله وجاب فيها ربي التيسير بصحتك وراحتك بارك الله فيك اختي امينه شكرا شكرا لك سكينه وحتى نتوما يمكن لكم تربحوا فين ما عاود اليداري ودابا ناخذوا طلب ديال حليمه حليمه من الدار البيضاء صباح الخير صباح الخير صباح النور حليمه لاباس عليك لاباس طيبك فيك كلشي مزيان الله يبارك فيك الحمد لله كلشي بخير الحمد لله حليمه تفضلي ممكن نطلب واحد الطلب من استاذ المدرية ديالي لحقاش انا واقفه عليه بزاف الله ودي مرحبا اول حاجه بعدا بغيت نقول ليها شكرا وشكرا بزاف درت فينا واحد الخير كبير وكبير كبير ما يعوضه لا الا الله سبحانه وتعالى صحتكم حبيبتي الاجر ديالها ديرها لوليداتها ان شاء الله بيخليك حبيبتي يا ربي بغيت نطلب منها العطريه ديال تستلات الحوت لحقاش انا ساكنه في منطقه بعيده ودابا انا ملي كنجي عند ماما استغليت الفرصه وما كيشدش لي الراديو تما ما كنسمع حتى شي حاجه قلبت في اليوتيوب ما لقيت دابا عطريه الحوت ما تستلات ديال عطريه الحوت وقفت عليها ما لقيتهاش وما كنحملش نقودها من الزنقه ماشي مشكل ماشي مشكل غتعطيك الاساسيات ديالها كيفاش ممكن تصوبيها في الدار واخا حليمه انا طيبت عطريات الاخرين وزعما ما نقولش لك هي الحداقه صوبتي الاخرين طيب يا اختي حنا المعاكيزه جالسين كنشريو من عند هدى لا طيب حتى انا بعيده انا بعيده تبارك الله عليك طيبت الثوم غبره طيبت الربيع ما شاء الله طيبت العطريه ديال المرزيه العطريه ديال اللحم العطريه ديال الدجاج ما شاء الله عليك كاين كاين تبارك الله عليك قالت لك الحوت غنعطيوها لك حتى هي حليمه شكرا لك ديال 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 الدجاج الا كان ممكن غير واش تعطيوها لي حتى الاخر ديال الحلقه لحقاش انا تعطلت شويه داكشي علاش واخا ديال الحوت او الدجاج واخا غادي نبداو بها باش ما يمكنناش ناخذوا طبعا تيسترات اخرين حتى نعطيو هذا الشيء يلا تفضلي لاله اذا حبيبتي هي بالنسبه للعطريه ديال البطيله ديال الدجاج راه هي العطريه اللي عندها انا هي كنجاوب على الاخرى اللي قالت ديال الدجاج الدجاج راه هي اللي عطيناها ممكن الدجاج طبيعه الحال تستعمل في البطيله ديال الدجاج اللي عندنا ديال الحوت غادي نعطيوها ديال بطيله الحوت لان بطيله الحوت راه ما كنستعملوش فيها العطريه ديال الحوت العاديه هكاك فكتكون مختلفه اختلاف تام عليها ترسي علينا هدى عرفتي الحوت والدجاج واللحم دابا وليت قلنا لك لا بطيله حريره كسكسو بسطيله شاورما ترتي علينا لا سالاد بزاف علينا الدجاج مشوي كل حاجه بوحدها يلا نعطيوها ديال البسطيل اذا غادي ناخذوا ديال البسطيله ديال الحوت اللي غادي نوضعوا فيها انا عطيتك بعدا كل حاجه بقياسها لان كل حاجه خصها تاخذ واحد القياس ديالها اذا غادي ناخذوا جوج معالق كبار ديال الملح الصيني غادي تضيف عليهم نص معلقه صغيره ديال الازير اللي يكون مطحون ياك غادي تضيف عليهم معلقه كبيره ديال الزعتر غادي تضيف عليهم معلقه كبيره ديال القزبر يابس كلشي مطحون كلشي خصو يكون مطحون غادي تضيف عليهم نص معلقه صغيره ديال الزعتره معلقه صغيره قزبر يابس معلقه كبيره معلقه كبيره قزبر يابس هي اللي كنوضعوها فيها كنوضعوا فيها نص معلقه صغيره ديال الزعتره كنوضعوا فيها المعدنوس الا قدرت يبسوا لان ساهل فكنجيبوا المعدنوس كنحيدوا داك الوراق ديالو كنديروا فوق واحد الزيف بلاطو كنحطوه في بلاصه في الشميشه في النهار الاول ماشي الشمس حاره لان كيتحرق وكيبغي الصهد
كيتكرم كنفرتو غير بيدينا ولا كنطحنوه. كناخذو منه معلقه كبيره عامره. كذلك نفس الطريقه غادي نوضعوها النعناع، غادي نستعملوا واحد نصف ملعقه، اقل من نصف ملعقه يعني ربع معلقه صغيره فقط هي اللي غنضيفوا لهذا الخليط. النعناع حتى هو ميبس، حتى هو يكون ميبس وطحنوا من طبيعه الحال تيولي عندها على شكل بودره. وغادي نطحن هادشي كله، غادي نخلطو وبه وشويه ديال السودانيه، يعني السودانيه ولا السودانيه تكون يعني تجيبها تغربلها من ديك القشره اللي كتكون غليظه وتوضع فقط ديك الرقيقه، فغتستعمل فقط معلقه صغيره هي غتستعملها، فبالتالي غتبدا تاخذ هاد الخيط هذا كله غتبدا تاخذ منه معلقه كبيره باش تحضر بها بسطيله ديال الحوت. هنا هذه كتعطيها واحد النكهه خاصه ابار كو ديك العطريه اللي كتستعمل العاديه اللي هي كنستعملوا في البسطيله، كتضيف هذه كاضافه بحال واحد النكهه اللي خاصه للبسطيله، فكتعطيها واحد لوكو لذيذ بزاف. كتستعملها مع شرموله ديال الحوت. تبارك الله عليك الشيف هدى الياداري الخبيره في الطبخ اللي معنا اليوم واللي مازال غتعطيكم طلبات اخرى. غنمشيو دابا المحمديه ناخذ امينه. امينه صباح الخير. كوم صباح الخير في امينه. صباح النور. كدير استاذه هدى؟ صافا الحمد لله حبيبتي امينه. الله يطول عمرك. بغيت نسولك على شبكيه ديال السوق اللي تتباع 30 درهم 25 درهم كيفاش المقادير ديالها؟ بغيت نديرها عندي في المحل وجربت بجميع الطرق وما صدقاتش ليا، والله يخليك الله يخليك بغيت النمره ديالك. مرحبا. واخا امينه نعم. واحد السيده بغات الحريره قالت لك ما تصدقش ليها من كازا من دار البيضاء. حريره حامضة. حيره حمراء. حيره حمراء. وبغيت النمره ديالك عافاك استاذه. واخا بغيتي شبكيه ديال الزنقه، انت بغيتيها من اجل التجاره ياك؟ من اجل التجاره. نادينا اللي قفرتيها مع هدى غتعطيك فيها القوام غتخلي فيها المشروع. لا لا بالعكس عرفت اش بغات ديال الزنقه؟ اقتصاديه. بغات ديال الزنقه تكون لذيذه واقتصاديه. عرفت اشنو بغات؟ هي ما فيها والو وقيله. يلا نعطيوها. شديها فيها حبيبتي. غير دائما حبيبتي امينه باش تكون عندك واحد ديال 30 درهم او ديال 35 درهم او غير تكون واحد الجوده واحد اللذه وتكون نقيه، فبالتالي غادي تكسب واحد الكليان. هاد الشبكي اللي نعطيو دابا ما يصواش ناس الدار، ما غاديش تكون بالقدر اللي هي فهمتي، ما غاتكونش ديالي بغاو يبيعوها. انا اللي كتعرفي عزيز عليا كثره القوا هي اللي بغاو يبيعوها. هادي هادي فقط للتجاره صافي. حتى السيدات اللي بغات تصوب في دارها باش تعرفوا راه الشباكيه اللي تتباع ماشي هي اللي كنصوبوا في الزنقه. فرق كبير في الدار. سمعوا سمعوا واش تقول. لا فرق كبير امينه. انت غتشوفي دابا المقادير ديالها، انا غير نظام عليك كندير انا. واخا يلا اوكي يلا نبداو. اذا حبيبتي امينه غادي تاخذي لكل كيلو ديال الدقيق غادي تستعملي كاس ديال الزنجلان ديال العنبه. كاس فقط كتجيبيه كيتحمر كيتطحن ياك، حتى كاع تطحنيه وتصوبيه وهادي وكتطحنيه وكتعبري فيه كاس فقط. كتستعملي ربع كاس ديال الخل. كتستعملي صفر بيضه. كتستعملي خماره ديال الحلوه. خميره الخبز، لان من كل ما خمرات كل ما كتوزن في الميزان ديالها، لان هذه معروفه بانها كتكون غليظه ديال الزنقه، فبيني وبينك امينه يكون عندك واحد التمييز. ما ديريش حبيبه ديالي خميره الخبز، لان هي كتغلظها وما كيجي فيها حتى شي مذاق الله يسمح لنا. اوكي، فتستعمل معلقه كبيره ديال النافع. انا ما كيستعملوش برا، انا عطيتها لك زيديه. ما ماشي مشكل، معلقه كبيره ما دازتش. معلقه كبيره ديال النافع تعطي واحد النكهه لذيذه ياك. كنوضعوها كنوضعوا الملون، ضامة ديال الملون ياك. كنوضعوا نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الزبده. غير المارغرين، اي نوع ديال الزبده المارغرين كتستعمليها. كنقولنا الخميره الخبز الا انت بغيتيها تجيك غليظه وتجيك باينه، فكنستعملوا منها فقط غير واحد نص معلقه صغيره ديال خميره الخبز. كنستعملوها لاله عليك الزبده، الزيت، الزنجلان، النافع، الملون بالدرجه الاولى، الخل، ربع كاس ديال الخل ضروري، وصفر بيضه باش كيعطيها ديك التماسك، وكتجمع وجوج معالق كبار ديال الماء الزهر وكتجمع بالماء. الماء دافي شويه، كدفي شويه الماء ماشي بزاف، وكتبداي تعجني حتى كتجمع. صافي هذه المقادير ديالها. المقادير ديال الزنقه. زائد حاجه اخرى امينه اللي مهمه وضروريه تكون عندك، العسل خصو يكون ثقيل. العسل ما يتشراش من الزنقه يتصاوب، حنا عطيناه مرارا كيفاش كيصوب، لان الا مشيتي تشريتيه من الزنقه غتخرجي عليه. اصلا العسل كيكون ما غيتقلهالكش، ما كتشربش العسل، لان العسل ديال الزنقه ملي كيجي كيكون خفيف سائل بزاف، فيتحضر في الدار. نحضروه في الدار ونعطيوه وقته ديال الطياب حتى يولي معلك، ويطيب بليله قبل باش الغد ليه كنضمنوه راه ما غيرجعش ليا السكر.
هذه قلناها عدة مرات بزاف المرات قلناها العسل خصو يكون ثقيل باش مجرد انها تحيد من زيت في العسل تبقى مرقده في العسل. طيب هذه الطريقه وهذه الشبكيه هذه اللي تكلمنا عليها تلقاوها حتى هي على الصفحه ديالنا ديال الفيسبوك ديال اسره شرشه دافئه، ولكن غتلقاو لين كاتبه حداها وصفه لاجل التجاره فقط لا ينصح بتحضيرها لاجل البيت باش ما يقولوش الشبكيه اللي عطاتو ما زويناش ولا ما بنيناش كيف ما خاصها تكون. طيب حنا غادي نختموا دابا بالحريره الحمراء، شنو هو السر ديالها باش تجي زوينه؟ السر ديال الحريره خاصها تكون فيها بصله نبدا تشحروها بزاف، نعطيوها وقتها ديال التشحار، ما نقولوش راه الحريره غير نجيو نديرو مطيشه الربيع داكشي نسدو عليها الطيب، لا نعطيوها وقتها فين تشحر نديرو الربيع، نديرو مطيشه مطحونه، نديرو الحمص، نديرو العدس، نديرو الربيع، كرافس، نديرو حبه ديال خيزو، خيزوه وحده، وطريف ديال ليشو اللي هو ما كيساويش اكثر من 50 غرام، كنطحنوهم بشويه ديال الماء وكنضيفوهم بصله كبيره اللي تكون محكوكه، عطريه اللحم اللي ضروريه كتكون فيها، عود القرفه. نديرو معلقه كبيره ديال عطرية اللحم، نديرو جوج عوات القرفه، نديرو معلقه السمن، نديرو معلقه سكينجبير، شويه الابزار ماشي بزاف، ونوضعو معلقه ديال الزيت ونخليو كلشي كيتشحر مده ديال نص ساعه. كتشحر وانا كنشم ريحه الحريره حتى كتعطيني ديك الريحه اللي هي زوينه ولذيذه، عاد نضيف الماء. منين نضيف الماء ما نضيفش كميه كبيره ديال الماء، نضيف شويه ديال الماء اللي غيطيب ليا فيه الحمص. ودائما نصيحه اضافه على ديك العام، هذا العام ان شاء الله نبقاو نضيفو تمره بالعظم ديالها في الحريره تعطي واحد النكهه لذيذه بزاف. تبارك الله عليك لاله هدى اللي داري شي كنت معنا اليوم في شهيوات مجربه ولذيذه، نتلاقاو ان شاء الله الخميس الجاي ان شاء الله. حبيبتي شكرا لك. شكرا حبيبتي. شهيوات مجربه ولذيذه مع هدى اليداري.